وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت السعودية بدلائل وبراهين ميدانية في الجريمة التي ارتكبها العدوان السعودي في المخا وخلفت مئات الشهداء والجرحى من مهندسين ونساء وأطفال، واعتبرتها المنظمة جريمة حرب. إدانة جديدة تدحض مزاعم العدوان السعودي، منظمة هيومن رايتس ووتش لا تكذب ولا تتجمل، حيث أكدت في تقريرها الأخير بعد نزولها الميداني إلى مديرية المخا عن تورط العدوان السعودي في الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات، واعتبرتها جريمة حرب. الجمعة مساء الساعة تقريبا 10 إلى ربع مساء، فإذا يعني بالصواريخ تنهال عليهم كذا عمدا بدون أي مقدمات وبدون حتى يعني لا ندري ما السبب، ذهلنا يعني بشكل فظيع جدا، لم نتوقع إطلاقا أن يتم استهداف هذه المدينة السكنية المليئة بالأطفال، المليئة بالنساء، المليئة بالموظفين. هيومن رايتس دعت مجددا إلى سرعة التحقيق في انتهاكات العدوان السعودي لقوانين الحرب، وتشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة التي شهدتها المدينة السكنية التابعة لعمال وموظفي محطة الكهرباء. والله إن إحنا كنا الأسرة هنا كامل. هنا أنا كنت وابني الصغير، كان صغير يعني معي الطفل الصغير حوالي عمره سنة ونصف، وزوجتي ومعي بنت برضو كبير وابن كبير هنا، سقط هذا الدرب لفوقنا. شكرا. وبنتك ماتت؟ بنتي ماتت وابنها. المنظمة استعرضت نتائج زيارتها إلى موقع الجريمة التي تعرضت لأكثر من 9 صواريخ من طيران العدوان السعودي، وأشارت إلى أن الضربات استهدفت محطة توليد الكهرباء والمجمع السكني الرئيسي للمحطة والذي يضم فيه 100 أسرة إلى جانب أسر النازحين من مدينة تعز، مشددة على خلو المجمع الذي تم استهدافه من أي أسلحة أو مسلحين. شوف ما فيش باب، هذا احنا ردينه، هذا ما فيش باب ولا طيقان ولا ما فيش عازل. دخلت الاولاد فيه، هذه بيت جاري ما في اشكال، هذا هو بيتنا، هذه هي الحرب القذرة، هذه بيتي. السلام كان هنا، السلام كان يحم هنا، الفرحة والبسمة الاطفال كانت هنا، انتهت، راحت نتيجة الحرب. انا اشر له، قلت لك انا املك قلم، أنا مهندس، أنا فني، أنا محاسب، بس أنا أملك هذا القلم، أتوني قلم، هذا القلم أنا أملك، هذا الذي أملكه. أنا ما أملك بندقية، لا أؤمن بالبندقية، لا أؤمن بالقتل. ليش؟ هيومن رايتس اتهمت أمريكا وبريطانيا بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي وتقديم الأسلحة للسعودية في عدوانها على اليمن، مؤكدة أن الولايات المتحدة والمملكة شركاء في الحرب وملزمتان بتطبيق القوانين الدولية. المنظمة خلصت في تقريرها إلى أن الغارات التي استهدفت المجمع السكني في المخا وأسفرت عن استشهاد وجرح العشرات ترقى إلى جريمة حرب، خصوصا مع غياب أي أدلة عن وجود هدف عسكري واضح.